السادة المشاهدين، مرحبا بكم في عودة جديدة لبرنامج ناس نسمة. ناس نسمة كما عودتكم إطلالة على أهم الأحداث والانشغالات السياسية الاجتماعية أحيانا الاقتصادية والثقافية والرياضية. ناس نسمة بلاتو ديبا حول الأكتواليتي بوليتيك في البلاد بحضور صناع الحدث السياسي ومختلف أبعاده وأيضا معلقين ومحللين. بداية الموسم اليوم الفاتح من سبتمبر، الشيء الوحيد اللي نتمناوه إن شاء الله يا ربي نقعدوا من ناقشوا كان القضايا هذية اللي تهم مستقبل البلاد، قضايا الأكيد فيها اختلاف وجهات النظر المختلفة تكون حاضرة. إن شاء الله يا ربي ما يكون حتى نهار من أيام ناس نسمة للحديث على دم سال أو الحديث عن رصاصة تكلمت أو الحديث عن أي شيء يمس السلم والاستقرار الاجتماعي في بلادنا. مرحبا بكم مجددا. اليوم طبعا باش نحاولوا نجري وراء اكتواليتي طيشت في الصيف وهنا توا قاعدين نلهثوا وراها، لكن تقريبا الاكتواليتي هذه يبدو ان من المرشح نظرا لاهميتها وحساسيتها المتعلقه بعنوان كبير من العناوين اللي قاعده الشاغله للساحه السياسيه منذ اكثر من 4 سنوات باش تظل في قلب الحدث السياسي، العداله الانتقاليه ومؤسستها وعنوانها الرئيسي هيئة الحقيقة والكرامة، لم تخلو من ضجيج أثير حولها هذه الأيام، استقالات هنا استقالات هناك، ردود هنا وهناك، بالإضافة إلى تزامن هذه الأجواء داخل هيئة الحقيقة والكرامة مع الطرح على الطاولة للنقاش في مجلس نواب الشعب لمشروع رئاسي عرف بمشروع المصالحة الوطنية. برشا عباد شافوه أنه طعن في ظهر العدالة الانتقالية وأنه الطرح هذا وتزامنه مع ما يحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة ماهوش أبدا تزامن بالصدفة بقدر ما هو مخطط له. طبعا أراء أخرى تقول أن ما يحصل داخل هيئة الحقيقة والكرامة هو إضاء طبيعي ومتوقع بالنظر إلى عوامل عديدة اللي باش نناقشها اليوم. يسعدني أن أستضيف الأستاذ مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة. مرحبا بك سي مصطفى. الأستاذ المحامي نزار عياد. علاش نزار عياد بالذات؟ لأن نزار عياد يبدو رفع قضية ضد الهيئة على ما أعتقد باسم أكثر من 15 نائب من نواب مجلس نواب الشعب، نرجع معه حول خلفية المسألة هذه. بالطبيعة خليفة نرحب بك ورحبوا بعضنا، ظهر لي ها؟ إن شاء الله موسم جديد بنجاح بتقديم مادة باهية في التحليل، رزينة متوازنة للسادة المشاهدين. قبل ما نمروا للنقاش نشوفوا الفيتير هذايا تلخيص للوضعية والأحداث المتسارعة داخل هيئة الحقيقة والكرامة ونرجع للنقاش. هيئة الحقيقة والكرامة ارتبط اسمها حتى قبل انطلاقها بالمشاكل والأزمات والاستقالات، وأبرزها حكاية الأرشيف الرئاسي اللي هزت الرأي العام في ديسمبر الفارط. وبعد هدنة رجعت الهيئة تتصدر عناوين الصحف تبعا للقضايا اللي تلاحق خاصة رئيستها سهام بن سدري، ومؤخرا تم تسليط الأضواء على إعفاء النائب زهير مخلوف من مهامه واتهامه بخرق الفصل 31 و33 و37 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وهذا بعد ما تم تسريب أنه مخلوف بعث في وقت سابق برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ضمنها احتجاجه على عمل الهيئة واتهام رئيستها والأعضاء الآخرين بالفساد الإداري والمالي، الأمر اللي أجج الأوضاع داخل الهيئة. وإن كتبت عناوين الصحف سهام بن سدرين قد تستقيل من هيئة الحقيقة والكرامة، ومخلوف يشكو هيئة بن سدرين إلى المحكمة الإدارية. وعلى خلفية الرسالة اللي تقدم بها مخلوف، اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب نهار الجمعة الفارط للنظر في طلب 62 نائب بتشكيل لجنة برلمانية حول شبهة فساد إداري ومالي رئيسة الهيئة، لكن فما أخبار تروج على بقاء بن سدرين داخل الهيئة كعضوة حتى لو غادرت موقعها كرئيسة للمحافظة على الحصانة اللي تتمتع بها. والطريف أنه بين هذا الكل والمشاكل المطروحة رجعت الهيئة تنظر في القضايا المتقدمة لها وعددها 250،
فكيفاش ممكنها حل مشاكل الآخرين والنظر بموضوعية في قضاياهم في الوقت اللي مازالت مشاكلها الداخلية عالقة ومستقبل العلاقات فيها ضبابي لحد اللحظة. وبصفة أدق نتسائلوا لهنا عن العدالة الانتقالية اللي تعتبر الأهم، سواء بالنسبة للشق اللي طالب بتغليب المصالحة على المحاسبة أو الشق اللي طالب بتغليب المحاسبة على المصالحة. سي مصطفى، نبدأ بيك. بالطبيعة الأحداث متسارعة بخصوص الهيئة، على غالب كان من المفترض أن الحديث يكون حول مضمون قانون العدالة الانتقالية، انطلاق العمل على تفعيل قانون العدالة الانتقالية، لكن الهيئة ترقى روحها في الدوامة. أش حاصل بالضبط وأنت عضو من الداخل داخل هيئة الحقيقة والكرامة؟ بارك الله فيكم على الاستضافة، وأعتقد هذه من الفرص النادرة اللي يسمح لنا الإعلام باش نعبر على وجهة النظر هذه. نذكروا اللي هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة جات وفقا للقانون يتعلق ب تعريف ولا تقنين مسار العدالة الانتقالية في تونس. القانون هذا فيه زوز أبواب، أولا تعريف العدالة الانتقالية، وثانيا هيئة الحقيقة والكرامة. يعني احنا القانون هذا وضعه المجلس التأسيسي، هو جزء من المنظومة القانونية اللي وضعها بما فيها الدستور بما فيها بقية الهيئات الدستورية. واعتقد معناتها انه المسار هذا ولا الهيئه تلقى صعوبات بصعوبات المهمه الملقاة على عاتقها واللي هي عرفها القانون، واللي اعتقد انه فما كما تقول بالفرنسي، سامحني بالاستعمال الكلمه، فما روجي دو غريف، فما مهام جديده اول مره في تاريخ تونس تحصل باش نشوفوا نحلوا المحطات الكبيره اللي عاشها المجتمع التونسي، نشوفوا الخلاف اليوسف بورقيبي شنو هي القصه نتاعو بالضبط، نشوفوا تجربه التعاضد واللي معناتها ان شاء الله ربي يطول في عمره، معناتها سي احمد بن صالح مازال على قيد الحياه، واعتقد اللي حتى حد ماهوش مستغل وجوده باش نعرفوا هالحقبه الكبيره من التاريخ، نشوفوا سياسه الليبراليه وكيفاش السياسات الاقتصاديه بنات لنا اقتصاد معين اللي احنا توا تقريبا على مستوى استراتيجي نلقاو روحنا في حاجه. هذا الخوارات الاقتصاديين الكل يقولوا احنا بحاجه لاصلاحات هيكليه كبيره، منها مساله الدعم اللي هي مك الوقت ذاك. نشوفوا الخلاف اللي حصل في 78 بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومه، وفيه ضحايا وفيه قرارات وفيه توجهات الى اخره، كما نشوفوا زاد احداث الخبز، كما نشوفوا احداث قفصه، كما نشوفوا الصدام بين معناتها اصرار الحركه اليساريه والحركه القوميه على انها تمارس معناتها حريتها في انها تتبنى افكار تقترح حلول. الشيء هذا تواصل في الثمانينيات مع الاسلاميين، هذا كله المفروض نحلوا البوات نوار هذه، ويلزمنا نشوفوا بالقانون شنو اللي صار. هذه هي المهام الحقيقيه لهيئه الحقيقه والكرامه، والمهام هذه مقننه بقانون، ومن المفروض على مستوى عام كفكرة أنه بعد 14 جانفي وجدت مؤسسات وقتية تومبورير، رئيس حكومة مؤقت، رئيس مؤقت، رئيس جمهورية مؤقت، مؤسسات وقتية، هيئات وقتية. بعد انتخابات 2014 دخلنا في من المفروض المرحلة الانتقالية، لأنه تكتب دستور، والدستور هذا فيه مبادئ، فيه تعريف جديد للسلطات، فيه فصل جديد للسلطات، فيه تعريف اش معناتها السلطة القضائية، تعريف اش معناتها السلطة التنفيذية برأسيها، تعريف اش معناتها السلطة التشريعية، اش معناتها الحريات، اش معناتها الدفاع على معناتها لا ديسونتراليزاسيون، لا مركزية السلطة إلى آخره. هذا الكل المفروض يكون مشروع من مشاريع الحكومة الحالية اللي يلزمها تبدأ تقوم بإصلاحات نحو تفعيل الفصول اللي جات في الدستور الجديد. نحن نعتبر انفسنا جزء من المشروع هذا نتاع الانتقاليه. خليني سي مصطفى، سامحني، جميل يعني المقدمه بخصوص مهام المفترضه لهيئه الحقيقه والكرامه بخصوص تسليط الضوء على حقب من تاريخ الدوله والمجتمع في تونس، لكن هذا ما يبررش الشيء اللي حاصل، وكانك تتحدث على جزيره اخرى، يعني نتاع منتدى بحث جدي من المفترض ما فيهش صراعات، ما فيهش الشيء اللي تكلاتا المده الاخيره من استقالات، من مشاكل، من اتهامات متبادله. خلينا نتكلموا لغه الوضوح ونسمي الاشياء بمسمياتها. تعتقدوا انه فما طرف يصطاد فيكم قاعد في التركينه يستنى، واعتبرتوا قانون المصالحه ضدكم انتم،
حتى السيدة رئيسة الهيئة خرجت يعني عبرت عن موقفها بكل وضوح، واعتبرت أنه هذا قانون لتبييض الفاسدين، والكلام هذا الكبير اللي تسمعه في بلاتوات وفي تصريحات نارية يعني هذا ما يتناقضش مع الصورة اللي اعطيتها متاع مهامنا. نحن رانا باش نسلطوا الضوء فقط يعني في الواحد. إيه مال علاش الشيء هذا كل حاصل سي مصطفى حسب رأيك؟ والله بالنسبة للاستقالات باش نبدا مسألة واضحة، استقالة السيد خفيس الشمالي استقال يوم أن بعد أن انتخب، يوم يعني وقع أول اجتماع معناتها بدوافع شخصية والناس الكل تعرف شيء هذا. الاستقالة الثانية هي استقالة عزوز الشوالي، مهامه العلمية هو هذا اللي قاله، ما تتولمش ربما مع مهام الهيئة ولا الريتم نتاعها إلى آخره. استقالة نورة البوصلي خرجت على الملا وتداولتها كل وسائل الإعلام. الإشكال الوحيد اللي صار هو في استقالة زهير مخلوف لا أكثر ولا أقل. حتى سي العيادي. العيادي سي با لو ميم تيب. بربي عندكش تنجمش تعطينا على الأقل فكرة واضحة أنا أعتقد سي العيادي هل الآن الاستقاله خاطر سمعنا الاستقاله وسمعنا انه تراجع الاستقاله وسمعنا عدم قبول الاستقاله، شنو وضعيته بالضبط الان؟ هو قدم استقالته اوكي، والمجلس لحد الوقت الحاضر على خاطر كان برمج نبداو في جلسات الاستماع بدينا نقبلوا في الضحايا بدينا نستمعوا في الواحد هذا، لحد الوقت الحاضر مازلنا ما نظرناش في الاستقاله، لكن في الحالات الكل انا كان جيت ربما بشكل مباشر هو تقريبا اعتقد انه من جراء انه ذكر اسمه في التقرير المسرب للسيد زهير مخلوف اسما على اساس انه تحط في وضعيه انه ضد الدوله ضد مؤسسات الدوله ضد الواحد، وهذا اتهام بصراحه ما يليقش بقاضي اداري عنده تجربه في هيئه مع الهيئه نتاع المرحوم من داخل هيئه الحكم. لا مكتوب من طرف سيد زهير مخلوف اللي هو عضو في هيئه الحكم الكرامه، يعني اتهام ما جاش من هذا برا. الاتهام هذا يتحمل سي زهير مخلوف المسؤوليه نتاعه. سي زهير مخلوف انا مانيش باش معناتها مانيش باش ندافع عليه ولا مانيش باش ندينه. انا المقال نتاع سي زهير مخلوف جبته معايا يتمحور اساسا الرساله اللي تسربت يتمحور اساسا حول موقفه وموقف الهيئه من مشروع المصالحه، يعني ما فيهاش حتى كلام انه اعضاء مع معناتها اتهم الرئيسة انها قاعده تقوم بجوله عبر الجهات لتحشيد الراي العام ضد قانون المصالحه وال الرئيسه ما تحولتش، انه فما معناتها عدم تبني لقانون المصالحه واتهام بالفساد المالي واتهام بالفساد الاداري، هذا كله بصراحه ياتي تحت طائله القانون وما عندوش القانون الداخلي للهيئه شيء طبيعي، مش القانون الداخلي هو القانون الاساسي واضح. القانون الاساسي واضح. واحنا سي برهان ما غير ما نعملوه احنا القانون هذايا كتبه اعضاء المجلس التاسيسي، احنا ما عندناش الحق لا اخلاقيا ولا قانونيا ان نعطيه تفسيرات من عندنا، احنا القانون هذا نطبقوه كان عجبنا عجبنا ما عجبناش نستقيل. واضح. اما باش نوليو نقولوا هذا صحيح وهذا غلط وهذا فما ثغره في القانون هنا، هذا من مشمولات المختصين الباحثين في القانون والقانون الدستوري والى اخره، لكن لن يكون من اختصاص عضو في الهيئة، ثم أنه يخرج المسائل هذه بشكل غير قانوني هذا هو معناتها مخالف للقانون، وذلك علاش مجلس الهيئة اتخذ قرار بأنه يطبق عليه القانون. واضح. هو طعن يبدو في المحكمة الإدارية ويبدو أنه ما زالت فما مجال التقاضي. فما حاجات أخرى سي نزار عياد، يعني كما كنت تسمع في سي مصطفى يعني الهيئة باش تخدم خدمتها، ما فماش علاش هالضجيج هذا الكل المقام حول اللي قاعد يحصل فيه في الوقت اللي لقاوك انت مثلا وصحبه باسم اكثر من 15 نائب من مجلس نواب الشعب اللي يمثلوا السلطه التشريعيه في البلاد، قدم قضيه يبدو ضد الهيئه، والقضيه تقريبا جات جوست في تم احالتها بعد ما سمعنا يعني حكايه الاستقالات قبل يعني الاستقاله مباشره بعد بالضبط. شنو هي خلفيات القضيه سي نزار، خاصه خلينا نتكلموا بكل وضوح، القضيه تتصنف ضمن مسار ما يسمى هرسله هيئه الحقيقه والكرامه ومحاوله الالتفاف على مشروع العداله الانتقاليه هكا يتقال. لو تسمح سي برهان قبل ما نتكلم على القضيه نحب نتفاعل مع الكلام مع سي مصطفى. جميل جدا ما كان عبر عليه سي مصطفى من برنامج
عمل الهيئه اللي باش يرجع بينا للخلاف اليوسفي البورقيبي وتجربه التعاضد واحداث الخبز. جميل جدا هذا الكلام، لكن خلينا نشوفوا على مستوى الواقع اش عملوا هالتركيبه هذية. عندهم اليوم عام وثلاثة شهور من اللي تسمى، عام وثلاثة شهور من أربع سنوات حددها القانون كعمر لهذه الهيئة، يعني بالضبط 30% من المدة الزمنية اللي حددها المشرع لعمل هذه الهيئة. فصل 56 من هذا القانون، قانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية. فصل 56 يقول: تتولى الهيئة القيام بالأعمال التحضيرية التالية في أجل أقصى 6 شهور الموالية لتسمية أعضائها. اليوم أعضائها تسماوا عندهم عام وثلاثة شهور اللي هم المهام بإيجاز. بإيجاز تركيز إدارة تنفيذية. الأخ سي مصطفى يسمينا شكون المدير التنفيذي، وضع مخطط عمل لكامل مدة عملها، هذا موقعش، وضع أدلة إجرائية مبسطة لسير أعمالها في كافة مجالات الاختصاص، هذا موقعش بخلاف الدليل الإجرائي للتحكيم والمصالحة، وضع قاعدة بيانات. إلى اليوم ما عندهمش قاعدة بيانات. هالأعمال هذه خلال 6 شهور لازم نكون انتهينا منها، اليوم عندنا 15 شهر وما عملنا فيها حتى شيء. هذا باش نرجعوا للخلاف اليوسفي البورقيبي ولتجربه التعاضد. مازال لهم عامين وتسعة شهور في عمر الهيئه. عندهم الى اليوم 16000 ملف. خلينا نقولوا ثلاث سنين مش عامين وتسعة شهور. اي بمعدل 5000 ملف كل سنه. هما 10 اعضاء بمعدل 500 ملف لكل عضو في السنة، تقريبا زوز ملفات في اليوم لازم يفصلوا فيها. تجربة التعاضد هذه لازم يفصلوا فيها في نصف يوم. الملفات نتاع المتضررين من التعذيب والفساد المالي لازم ينظروا فيها في نصف يوم ويسكروها ويسمعوا الشهود ويسمعوا الشاكي ويسمعوا المشتكي به ويبحثوا ويتنقلوا على عين المكان. هذا الكل تقريبا في نصف. إذن عملية تكاد تكون مستحيل. إيه هل هذا يبرر استهدافها؟ سمحني أنا مهمتها صعبة نقوم. أنا حبيت نعقب على كلام سي مصر نهرسلوها؟ في المقابل لو تسمح سي برهان، في المقابل شو اللي عملوا؟ تو هذا ذكرنا شو اللي ما عملوش. أوكي. تحصلوا على جزء من الميزانية في عهد سي المهدي جمعة، ومن حسن الحظ وأنه مكنهم من مبلغ قدره زوز ملياردوات ونص لا غير، هما كانوا مطالبين اكثر. اش عملوا بها؟ عندنا 15 كرهبه باسات فولكسفاجن جديده قيمه السياره الواحده 82000 دينار. كي تضربهم في ال 15 تلقى علما وانه سياره الرئيسه سياره رياضيه ذات محرك رياضي عمرها ما صارت في حتى دوله، وانه انسان يصرف من المال العام يشري سياره رياضيه. اذا 15 سياره باسات خلينا نقولوا الكل كيف كيف 82000 دينار موديل دو باس في دار فولكسفاجن تنجم تشوفوا. هذوما مليار و200، مليار و200 من 2 مليار دوات ونص، نصف الميزانيه اللي تحصلوا عليها من الدوله شراو بها كرهب. باهي نزيد نواصل معاك. البقيه وين مشى؟ 18 سفره في السنه اللي تعدات، في السنه الاولى من تواجدهم في الهيئه. وقت اللي نقول 18 سفره، السفره كل سفره فيها مجموعه نتاع ثلاثه اربعه الى خمسه افراد. شوف السفرة قداش تتكلف، مشاو لجميع أصقاع الدنيا يتعلموا في تجارب الانتقال الديمقراطي، علما وأنه لما تم اختيارهم كان من المفروض أن يكونوا لديهم التجربة الكافية للعمل من النهار الأول، إذا 18 سفرة في عام. نواصل معاك سي برهان. في المصاريف اللي غير مأذون بها حتى من مجلسهم. يعني هذا تصرف فردي لرئيسة الهيئة. الباب اللي كنت نشوف فيه اليوم في الفيتير. الواجهة الخارجية علما وأنهم خذوا الدولة مكنتهم من محل في مون بليزير جديد ما وقعش استعماله قبل. لو تسمح أنا ما قطعتكش. الدولة كيفاش مكنتنا ما قطعتكش. ما قطعتكش. مكنتكم من الميزانية اللي باش تاخذوا بها المحل. ما قطعتكش من فضلك. من فضلك ما قطعتكش. واجهة المحل لونساني
58 ألف دينار لونسين. الباب اللي موجود ركبوا له رخام 48 ألف دينار. مكتبة أو مكتب رئيسة الهيئة 120 ألف دينار. هذه أرقام بسيطة بإثباتاتك سي نزار. هذا باش يثبتوا اللجنة اللي باش تتكون بحول الله واللي كان طلبها أعضاء في البرلمان. الفصل 56 ايش يقول؟ الفصل 56 من النظام الدائم من عفوا الفصل 13 من القانون الداخلي للهيئة يقول رئيسة الهيئة هي الممثلة القانونية وأميرة الصرف، وهي تتولى في إطار مهامها خاصة مالي التصرف في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وللتوجهات العامة التي يضبطها مجلس الهيئة ولمبادئ الحوكمة الرشيدة. هل أنه باسات سبور من مبادئ الحوكمة الرشيدة كنا نشوفوا فيها في الفيتيار باسات الكحلة، تضمن سلامة التصرف المالي ونزاهته وشفافيته. إذا المهام اللي حددها القانون باش يقوموا بها في أجل 6 شهور اللي هي مهام تحضيرية قبل بن يوسف وبورقيبة، مهام تحضيرية إلى اليوم عام و3 شهور ما قاموش بها، في المقابل تبذير سيد مالي ما تكلمش عليه نزار عياد، تكلم عليه نائب رئيس الهيئة في المراسلة اللي وجهها لسيد رئيس مجلس النواب. واضح. خلنا نسمع خليفة بعد نرجع لسي مصطفى للرد بطبيعة. خليفة يعني ماذا بيا تعطيني الشيء اللي معناها اللي ما يتقالش، خطر العركة واضح، العركة عمقها سياسي في نهاية الأمر. يعني المسألة ما هيش مسألة واحد، بين أطراف ما زالت تحب تدفع في اتجاه استمرارية قانون العدالة الانتقالية بمثل ما تخيل وقت اللي يناقشوا المجلس التأسيسي، وأطراف تقول فما مرحلة سياسية جديدة. هذاك ديباسي، شتشوف خليفة أنت في لا هو خلينا نكونوا موضوعيين. أيوة. مشكلات الهيئة ثم فيها جانب ذاتي وثم فيها جانب موضوعي. أيوة. ذاتي توكل ركز احنا في طبيعة الاستقالات، في معظم طبيعة الاستقالات وصولا عند رسالة سي زهير مخلوف. أيوة. نكتشف أنه الجانب الذاتي مرتبط برئيسة الهيئة أكثر من الهيئة. يعني معظم الانتقادات صبت في اتجاه السيدة سهام بن صدرين باعتبارها رئيسة الهيئة، وهذا بدأ منذ اللحظة الأولى لتشكيل الهيئة، وتم ما تم من توافق في ظل هيمنة الترويكا على المشهد التأسيسي وقتئذ حول رئاسة سيد سهام بن صدرين للهيئة، لأنه ثمة احترازات. هؤلاء السيد سهام بن صدرين دوما تقدم نفسها في طليعة الناس اللي كانوا يعيشوا حالة الاضطهاد، وبالتالي حتى أخلاقيا وسياسيا الناس كانوا يتساءلوا، وكل الطيف السياسي والمدني فاش هي طرف في النزاع القائم، وهي على رئيسة الهيئة اللي باش تشرف على هذا التحكيم، وبالتالي ثم تداخل، لأنه هذا علاش ثم جزء كبير ياسر من الطيف السياسي والمدني والحقوقي من الأول كان معترض على هذا. وحتى الاستقالة نتاع سي خميس الشماري ماهيش الاعتبارات صحية، وقت اللي قدم ترشحه في نفس الأسبوع اللي يتراجع ما تغيرتش المعطيات الصحية، أو سي معناها يعني مدام نورة برسولي، الكل واضح، الكل واضح كي تقراه، معنا احنا من باب القراءة، احنا ماناش نفصلوا في القانون، تقراه مرتبط بالسيدة سهام بن صدرين. السيدة سهام بن صدرين قيل عولها الكثير حول دورها في عملية الهرسة اللي تمت في وزارة الداخلية سنة 2011 وقت تولي السيد الراجحي وزارة الداخلية، وهذا قيل كذلك علاقتها بمنضويها في الإذاعة الخاصة بها، وأثيرت كثير من المشكلات في هذا الاتجاه. ثم مشكلة الأرشيف الرئاسي والطريقة بين ظفرين غير لائق اللي تم بها محاولة اقتحام القصر الرئاسي والتعامل هذا. إذا ثمة مشكلات كبيرة مرتبطة بالسيدة سهام بن صدرين، أنه ما ثماش إجماع حقيقي على تولي السيدة سهام بن صدرين رئاسة هيئة هي المفروض تكون هيئة الجميع، كل الخصوم بما في ذلك المتهمين باعتبارهم كانوا أسباب وخلفوا ضحايا بما في ذلك الضحايا. كعلاش اليوم حتى الناس اللي واقفة مع الهيئة وتدافع عنها من القوى السياسية والحزبية ما لاحظتش مواقف تدافع عن السيدة سهام بن صدرين، تدافع عن الهيئة وعن دورها. يعني المشكل هذا واضح ومطروح بحدة في علاقة بالسيدة سهام بن صدرين، ما ثماش إجماع حول توليها رئاسة الهيئة، وبالتالي هذا خلف مشكلات قاعدة دوما تمشي بالتوازي، ربما يستغلها البعض من أنصارها وغيرها في علاقة بمشروع المصالحة وكأنه ثم استهداف مبدئي لها، ولكن مشكلات سابقة خاصة إذا ما تأكد أو إذا كان صح أنه قامت بعملية تجيش
ضد قانون المصالحة، هذا يقع التداخل، لأنه مش من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة أنها تدخل في النزاع السياسي، هذا مشمولات الجبهة الشعبية كطرف معارض مثلا لمشروع المصالحة أو حزب المؤتمر أو غيره من الأحزاب، هذا حقه أنه يعمل عملية تجيش ويتصدى الهيئة المفروض فوق هذه الشبهات، هذا المشكلة. زاد عليها كما قلت لك رسالة السيد زهير مخلوف اللي هي رسالة ما نشوفهاش مخالفة للأعراف باعتبارها وجهت إلى مجلس نواب الشعب، وباعتبار مجلس نواب الشعب في النهاية عنده الحق لمراقبة هذه الهيئة ومراجعة أعمالها وأدائها. الجانب الموضوعي لحد الآن لا نرى تقدم فعلي وحقيقي في علاقة بالملفات الموكولة إلي الآن، لا نرى هذا، بالعكس هو نقطة الاستفهام بدورها وقت نشوف نسبة الملفات اللي وصلت للهيئة 10,000 أو غيرها من الملفات مقابل ما أثير من قضايا طيلة 50 سنة من الدولة، نشوفها شوية يعني ثم نقطة استفهام، لماذا الناس لم يتوجهوا بالقدر الكافي إلى هذه الهيئة؟ يعني أنه منسوب الثقة نفسه حول الهيئة ما هوش بالقدر الكافي اللي الناس يروا فيها هيئة تحكيم محايدة. السبب دوما نعود في اعتقادي أنا كقراءة سياسية ما هيش قانونية، مرتبط بالسيدة سهام بن صدري. سي مصطفى شو تعلق؟ والله أنا يعني الحاجة اللي نقولها أنه ربما الكثير من اللي بداوا نحكيو معهم ما يعرفوش حتى القانون. القانون يعطينا 6 أشهر لتركيز جهاز تنفيذي من يوم تنصيله، والقانون يعطينا سنة لقبول الملفات، هذوما عام ونص، مع إمكانية تمديد هالسنة هذه ب6 أشهر، هذوما عامين ولزمنا القانون باش نكون على ذمة قبول كل الملفات بأي شكل من الأشكال. يوم 9 أشهر في تركيز الجهاز التنفيذي ما حصلش هذا حتى الآن. يوم 9 جمعة وهذا مسجل وقع تنصيبنا في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتكلم السيد مهدي جمعة وهذا موجود وترجعوا له، ووعدنا بأن يوفر للهيئة مقرا مؤثثا لممارسة نشاطها. قعدنا إلى حدود ديسمبر ونحن نستناه في المقر المؤثث باش نمارسوا النشاط نتاعنا، وهذا ثابت وما فيه حتى شيء. دونك في آخر ما غير حتى بيجي في آخر السنة مكنا من تسبقة باش نجمنا لوجنا محل وبدينا معناتها نأثوا فيه وبدينا نجهزوا في إدارة، فالروتار اللي تشكل هو خارج على إرادتنا لأن الإمكانيات ما كانتش موفرة، ما كانش موجودة إمكانيات أصلا نركزوا أصلاً. ثم جهاز تنفيذي ثم, ثم, ثم ما كناش نتوقعوا أنه الوزير لول ما كناش من ما يوفيش بعاده يمكننا من مقر مؤثث لممارسة المهام تاعنا. هذا وأضيف وهذا هذا هام جدا أنه لولا وقوف برنامج الأمم المتحدة للتنمية ولا للنمو البلوت والمعهد الدولي للعدالة الانتقالية ما نجمناش نشريو حتى كرسي، هما اللي شراو لنا الماتيريال الانفورماتيك وهما اللي شراو لنا الكراسي نتاعنا، ما لقاو باش يشريو الباسات داكور ما يسالش باش لا باش تعرف الظروف الصعيبة قدر رئيس ذات نزار راهو يدولها الشارع السياسي رئيس الحكومة ماذا بيا تفعل باش يعطيهم أكثر من زوج مليار ونص لأنه 50% من اللي عطاهولهم شاو بيك راه يحب يزيد يعطيهم باش يجيو كراسي باش يجيو باش يجيو الكراسي شراهم 120 مليون في بيرو رئيسة برك اللي يقول مع الناس باش يجيو كرسي. احنا هالأشياء هذيا بيناتنا القانون ندوا ابليكي القانون، هاو يقول لك القانون الهيئه الواحده سمحني التصرف في اطار الحوكمه الرشيده من غير ما ندخلوا في ما تفاصيل الدوله الشارع سي مصطفى من مصلحتكم انكم تردوا عليها راهو نجم كله هذيك شوف احنا هيئه ينص على مهامنا الدستور التونسي واحنا نعتبروا رواحنا مانيش بخلفيات عندنا كل واحد جاي من محيطه طبعا والمساله الشهري والكرهب احنا مش غريب علينا ما حصلناش انقلاب طبقي في وجودنا في الهيئه وهذا ينجم يثبت فيه هذا حد يشكك في الامور الشخصيه لكن هو يقول لك شنو هي الرساله الرمزيه اللي ترسلوها انه طول المبالغ الاولى اللي من المفترض باش نركزوا بها الاداره التنفيذيه تمشي في حكايات فيها نوع كما يقول لك سياره رياضيه كذا سيارات ب 80 مليون احنا رانا مؤسسه عموميه والخطوات الاولى اللي عملناهم باستشاره رسميه من الجهات الرسميه. ما نجمش نضيف اكثر من هيك. شنو امكان معناتها شنو الممكن بالنسبه للاعضاء في الوضعيه هذه؟ وعندنا ما يثبت ذلك، هذه من ناحيه. ناحيه اخرى اذا كان فما سوء تصرف مالي واداري، احنا تراقبنا بنص القانون دائره المحاسبات نقطه للسطر.
كيما تراقب الوزارات وكيما تراقب معناتها كتابات الدولة وكيما تراقب الولايات كيما تراقب أي مؤسسة عمومية، نحن نخضع لهذه المراقبة ونفهم واش معناتها دائرة المحاسبات. دونك الكلام نتاع معناتها إثارة بعض الدخان هنا وهناك هذا راهو لا يفلتنا. معناتها انت تقول له بيني وبينكم القانون، عندك حاجه برا القانون، انا تصرفت في اطار القانون. لا مش كلام، لا هذا بالنص القانوني. نحن نخضع بما فيهم الكلام التفاصيل اللي فيهم، بما فيهم السيارات والكراع والرخامه نتاع 80 مليون و45 مليون. نخضع للرقابه دائره المحاسبات. وانتم هنا شفنا توا على وقع تقرير نتاع دائرة المحاسبات فيما يخص معناتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فما بيناتنا كان الواحد تبقينا يعني اشعال حرائق هنا وهناك، باش نقعدوا احنا النهار كل كيما لي بومبي النهار كل نطفيو في الحرائق، هذه مش دورنا. احنا يخليونا نخدموا ويحاسبونا على الخدمة، بيناتنا قانون، لأنه في الجهة المقابلة أنت نفسك نجم غدوة تقاضيني على ضوء القانون هذا لأني قمت بمهامي ولا ما قمتش بمهامي. دونك يفو افوار ان تو بتي بو دو طون وشويه وقت، وخليونا احنا نعملوا عملونا دوسي تاع فساد حسبونا لي، عملونا دوسي تاع فساد مالي واداري حسبونا لي. هذا 18 سفره لم ندفع من ليمن في اي سفره، من ليمن واحدا في اي سفره. هذه نقولها قدام الناس كلها، كل ممول برنامج لممتاز اول حاجه ما فماش 18 كلها استدعاءات، كلها استدعاءات من جهات معناتها مماثله للاطلاع على التجارب. لم ندفع من ليمن فلسا احمرا في سفريه باش تبدا الامور واضحه. واش 18 هذه ما فماش ريحتها 18، فما ثلاثه ولا اربع سفارات منظمه منهم بدات المغرب المركز ثلاثة ولا أربعة سفارات. سامحني نتفاعل معاك سي، نرجع لك سي نزار، نرجع سامحني سدعة وفد كامل، سدعة وفد كامل مشينا له، بولونيا استدعتنا بوفد كامل مشينا لها، في سبتمبر الدولة الألمانية نفسها استدعتنا وفد كامل مشينا لها، وفوت أخرى بزوز ولا بثلاثة. أنا نفسي شاركت في زوز دورات، مشيت في مع سويس بيس اللي هي تحكي على معناتها المجال تاعها ديلينج وذ بيس، يعني كيفيه التعامل ديلينج وذ باست، كيفيه التعامل مع التاريخ. لم ادفع في السنه، مشيت الى اون كونفيرونس مينستيريال على الكوربسيون فينونسير ولا ريفورم دو لا جوستيس في السنغال، لم ادفع من ليمن، استدعيت كما استدعى غيري وحضرنا ومثلنا هيئه الحقيقه والكرامه وطلعناها مع التجربه وطلعنا هذوما في عام. لكن انت عندي تسع سفرات خل سي مصطفى، خل نمشي للمساله السياسيه. سي خليفه وتو نرجع لك سي نزار في المساله السجل عندك، احكي على انه فما مشكله حقيقيه تتعلق برئيسه الهيئه، هناك حرج. مثلا ما دخل الهيئه في التجيش ضد قانون المصالحه؟ هذا قانون المصالحة من حق رئيس الجمهورية أن تطرحه كما قلت أنت، وفق أنك ديما ترجع لشرعية القانون، القانون يعطيها أن تطرح قانون. يعني هيئة الحقيقة والكرامة من المفترض أن تأخذ موقف الهدوء والرصانة في التعامل مع معطى جديد استجد على الساحة السياسية، يعني تدخل وكأنها طرف سياسي في التجيش، والتجيش هذا يدفع يعني حتى السينيزار يعني ضمن القضية ظهر لي باش نجيو على حيفياتها إلى التهديد يعني المجلس نواب الشعب وتهديد بالحرق، يعني استمع له في ندوات اقامتها هيئه الحقيقه والكرامه. هذا بالاضافه ولو هذاك من حق ان كان، فهمت القانون يخضع له الجميع، ولكن رئيسه الهيئه تصريحات مجيشه ضد قانون المصالحه، ايش دخلها يقول القائد في المساله هذه؟ احنا نزيدوا نعاودوا للمره الالف وانا نفسي ديما قلتها، احنا رانا هيئه عموميه وجزء من الدوله وجزء من مشروع الانتقال الديمقراطي، هذا ما نتخلفوش عليه، واحنا ماناش ضد المشروع المطروح بتاتا. هذا موقف رسمي، موقف رسمي شيء طبيعي، خرجناه هذا بيناه، ماناش ضد مشروع قانون المصالحه المطروح في مبدا رئيس الجمهوريه مال الصلاحيه الدستوريه ليمنح له القانون. لكن رئيس الجمهوريه اللي منحه القانون الصلاحيه الدستوريه منح ايضا حاجه اسمها هيئه الحقيقه والكرامه ومسائل العداله الانتقاليه. مش نطبقوا شيء وما نطبقوا شيء، هاو علاش احنا ما طبقش شويه احنا هاو علاش لا لا سامحني لا ما فماش مشكل. احنا وين المشاكل اللي تعترضكم انتوما امام عملكم؟ انتوا ما قدمتوش العمل، مش واحد وقف ضدكم. باش نعطيك علاش احنا خرجنا موقف من هيئه من المشروع هذا الفصل 12، هو ما عندي مش بتوفر على المسؤولين، تلغى جميع تلغى جميع الاحكام المتعلقه بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الوارده بالقانون الاساسي عدد 53
2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية والتنظيمية، يعني سحب منا جزءا كبيرا من مهامنا. هذاك علاش عطينا موقف ثاني. مسألة ثانية عينة في اللجنة هي تتركب من 6 أعضاء، منهم زوز منهم زوز الحقيقة والكرامة، منهم زوز بالحقيقة والكرامة، ولا علم لنا بتعيينها. هذا أولا. ثانيا شوف الصيغة متاع الواحد، يقول تجتمع اللجنة بدعوة يقول يتم تعيين أعضاء اللجنة في أجل كذا، يتضمن دعوتهم للاجتماع في 15 يوم، ولا يحول عدم تعيين عضو أو أكثر باللجنة دون تكوينها شريطة أن لا يقل عدد أعضائها عن 4. معناتها كي تنحي الزوز أعضاء من هيئة الحق والكرامة تقعد اللجنة تخدم على روحها. الصياغة هذه أنتم عندكم معها مشكل؟ لا هو لكن هل عندنا التجيش بالمفردة السياسية؟ يعني خاطر سمعوا السيد خليفة يحكي على الاستماع للسيدة رئيس الهيئة، تكلمت كلام نتاع أجواء نتاع ميليتانتيزم بوليتيك، فهمتي معناها نتاع ساحات عمومية وهذا كذا، ولي تبييض الفساد وتبييض شنو وكذا في تصريح على قناة التلفزيون. احنا يعني هل هذا تو أنت كنت تتكلم؟ أنا ما مش أنا برك راه كل جميع الأعضاء تكلموا هيك. لا هو قلت هذا هذا الموقف من جانب هذا لأنه سحب منا صلاحيات. احنا ما نجموش نكونوا دوفون ان بروجي اللي هو باش يسحب منا صلاحيات. ونعرفوا شنو معناتها ملفات المجد السلطة أصلية في البلاد. هذاك الموقف علاش قلت لك سياسي؟ يعني المفروض تتبناه الأحزاب والقوى السياسية. بالضبط. أما الهيئة خلينا نسمع سي نزار، خلينا نسمع سي نزار وعطفني على مسألة القضية. سي مصر هذه مؤسسة من مؤسسات الدولة. في يوم من الأيام المشرع مكنها من مهام معينة. اليوم نفس المشرع مجلس تأسيسي اللي ولا اليوم مجلس نواب الشعب يحب يسحب منها بعض الصلاحيات، مش الكل، مش الصلاحيات المتعلقة بما يتعلق بحقوق الإنسان في المجال المالي فقط، يحب يسحب منها. هل من حقها تقول لا؟ بمعنى لو كان نعطي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، وزارة الفلاحة والصيد البحري، غدوة لو كان القانون يحب يسحب منها الصيد البحري وتولي وزارة الفلاحة فقط، هل يمكن لوزير الفلاحة أنه يعمل شوشرة ويعقد الندوات ويستدعى المدونين ويهدد بحرق المجلس التشريعي ويستقبل رؤساء الأحزاب ويستقبل 15 سفير؟ يعني هالحشد هذايا جعل من هيئة الحقيقة والكرامة هي حزب الحقيقة والكرامة، ما عادش هيئة حقيقة والكرامة، ولا تعمل في العمل السياسي، ما عادش تتبع في بورقيبة بن يوسف اليوم، ولا تتبع في أعمال الحكومة ونقدها وتعويض الأحزاب السياسية. شفناها تنشط وتعمل في الحشد وتعمل في الندوات. هي المشكلة نتاع القضية جات من ندوة اللي استدعت فيها مدون هدد علنا في مكان معناها رسمي، مقر الهيئة الرسمي، بحرق مجلس نواب الشعب. انت علي انتم علاش مشيتوا؟ خليني نقول لك بوضوح. هذا سي نزار يقول لك هذا حزب نداء تونس، تقريبا الأغلبية ال 15 اللي انت قدمت القضيه باسمه من حزب حركه نداء تونس، في طار استهدافه لهيئه الحقيقه والكرامه استغل الحاله هذه. يقول القائل عز عماوي مدون معروف بمواقفه وهو يتحمل مسؤوليه مواقفه، واش دخل في هيئه الحقيقه والكرامه؟ جميل. هي مسؤوله، هي مسؤوله على الكلام شكون يحضر في ندواتها. جميل جدا. اولا الساعه ندوه تتعلق بمشروع قانون اقتصادي ومالي، عوض ان يقع استدعاء خبراء في الاقتصاد والمال، واحنا شفنا الحضور في الفيديوهات ما استدعيناش خبراء في المجال الاقتصادي والمالي، واستدعينا ما يسمى بالمدون. هذا ايش يقول بالحرف الواحد حتى الناس تعرف ايش يقول؟ يقول لو يتعدى قانون، يقول باش نعطيكم معلومه، يعني هنا حرفيا ننقل، يقول باش نعطيكم معلومه، لو كان يتعدى قانون المصالحه مجلس النواب باش نحرقوه. ثم يقسم يقول اقسم بالله مانيش نفذلك اكثر من هكا، بعد ارتكاب جريمه التهديد بحرق مبان رسميه اللي هي جريمه ارهابيه نص عليها الفصل 30 من قانون عدد 26 سنه 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال. يقول التهديد بحرق او مبان رسميه يعتبر جريمه ارهابيه. اكثر من هكا يشيد بتنظيم ارهابي، يقول تنظيم داعش، حرفيا هنا ننقل كلامه، يقول تنظيم داعش يحترم المال العام وعنده بيت مال المسلمين. إذا في هيئة رسمية تمول بالمال العام من ميزانية الدولة تقع الإشادة بتنظيم إرهابي اللي يهدد الأمن القومي في مناسبات عديدة. تقول لي أنت سي عزيز عمامي مسؤول على كلامه، واش دخل الهيئة؟ جميل. باقي نقول لك وقت اللي نشوفوا اللي رئيسة الهيئة أولا لا سحبت منه الكلمة، لا وقفته قالت له من فضلك هالكلام هذا لازم تسحبه وما هوش معقول،
شفناها في الفيديو تبتسم حتى خلاه يرتكب الجريمة الثانية اللي هي الإشادة بتنظيم إرهابي. أكثر من هك يقع نشر الفيديو مداخلة متاع المدون هذا عزيز عمامي على الموقع الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة من يوم 14 أوت ما تحذف كان بعد ما قررت النيابة العمومية إحالة القضية إلى الحرس الوطني فرقة مركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة. ست أيام من يوم 14 إلى يوم 21 شخص يشيد بتنظيم إرهابي ويهدد بحرق مجلس نواب الشعب في مقر رسمي لهيئة تمول بالمال العام. اعتبرنا أنه السيد هذا مرتكب لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب، والسيدة رئيسة المجلس اللي شفناها تبتسم وشفناها كيفاش نشرت. أكثر من هكا لما بعض الشرفاء من أعضاء الهيئة وأخال سي مصطفى منهم حبوا يخرجوا بيان للتفصي من المسؤولية وتحميل هذا الشخص مسؤوليته الفردية، رئيسة الجلسة رئيسة الهيئة اعترضت على ذلك وقعد النقاش حتى 11 نتاع الليل باش خرج بيان ما تضمنش استنكار، لكن على كل يحسب هذا البيان لشرفاء الهيئة. إذا وقع نشر هالتهديد هذا وهالإشادة بتنظيم داعش الإرهابي في موقع يمول بالمال العام. اعتبرنا أنه عزيز عمامي ارتكب جريمة إرهابية أو جريمة أولى لحقتها جريمة ثانية، والسيدة سيان بن سدرين مشاركة له في ذلك إن لم تكن فاعلة أصلية عندما أذنت بنشر التهديد والإشادة بالتنظيم الإرهابي في الموقع الرسمي. سياسة. أنت تكلمت قانون، تكلم سياسة. بالصدفة كلهم اللي رفعوا القضية من حزب حركة نداء تونس؟ ليس من الصدفة. هو خيار. أولا علاش 15 احنا نعرفوا الكتلة النيابية نداء تونس فيها 80. علاش 15 مش 80؟ أولا حتى لا نعطي للموضوع حجم أكبر من حجمه. ربما إزار خاطر الوقت طيب ياسر. ما كانش عندنا النية باش نعطيه للموضوع أكبر من حجمه. وذاك علاش 15 مش 80 نائب. ثانيا حبينا نظرا لسرعة الالتزام بتقديم هالشكاية هذه ما حبيناش نسيسوها لكن علما وأنه انضموا عديد من النواب من أحزاب أخرى سيما حزب المبادرة والوطنيين الحر إلى القائمة، وفما ناس لامتنا على عدم تشريكها في الشكاية هذه. سي مصطفى ردك وإنجاز بربي راه ما بقناش وقت. احنا كما قلت لك فما تايمينغ سبيسيفيك اللي يعتدي على صلاحياتنا. احنا عندنا مهمات قسمنا عليها، والمهمات هذه لازم العباد الكل تحترمها. مشروع مشترك هذا هيئة الحقيقة والكرامة والمصالح العدالة الانتقالية، مش مشروع نهائي، هو مشروع مجتمع كامل للقطع لتطبيق الدستور، القطع مع ماضي الفساد وماضي الاستبداد الى اخره. اما نرجع شويه نلقاو مقال خرج في الصحافه لفيوليت داغر، لقاو انترفونسيون في تلفزه خاصه لنفس المحتوى هذا، لقاو توا قاعدين ندوروا في ما كتب حول زهير مخلوف. الاعلام من حقه سي مصطفى، الاعلام من حقه. الحدث هذاك هو ليفينمون مشروع الحقيقي. اليوم فيوليت داغر ولو انا ما جاش اتكلم في عوضها، انا حق اتكلم ولا لا؟ انا كعضو جانتربريت لي شوز، معناتها كيفاش التايمينغ هذا للسوسيسيون باش نوصلوا لمشروع المصالح. احنا قلناه وعاودناه وكررناه، نحن الى حدود هذا الوقت نطبقوا القانون تاع 23 ديسمبر. اذا كان قرر مجلس النواب باش يغير القانون، هو مازال مشروع باش يغير القانون، احنا نمتثل القانون هذا، ما فيش حتى شيء. لكن كاعضاء وعندنا مهام وعارفين شنو هي العداله الانتقاليه وعارفين شنو هي تبعات الفساد المالي على الموجود، انا نحب نذكر الناس الكل بالكتاب هذا اللي هو تاع مال الان مع اللجنه تاع سي عبد الفتاح عمر الله يرحمه. خلي الناس تطلع عليه وتشوف ايش معناتها الفساد المالي. احنا مش ندافعوا على اشياء اللي هي تخصنا ولا منافع ولا مكاسب، لا، احنا نحبوا نحلوا على قاعده بالفساد المالي، نحلوا على قاعده الملف بتاع الفساد المالي حتى نصلحوا البلاد. رئيسكم يتهمكم بالفساد المالي صراحة. الأمور هيئتكم وأنا ماذا بيها حتى الأستاذ معناتها نطلب منه بكل لطف. رأي المواضيع هذه ما تناقش بل مانيش أصداد. احنا راهو مانيش أعداء، احنا راهو على بلاد واحدة ونبنيو مع بعضنا. ترشق ما بين مع تشبيه حزب نداء تونس اخي مو شريك في وسط الوحدة، يدوا بارتيسيبي على كونستركسيون. واضح سي مصطفى، عندي اخبار. بارك الله فيك على الحضور سي مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة. سي نزار عياد مرحبا بك على الحضور، ان شاء الله
جملة واحدة. أي ثانية. الشعب التونسي ما يستناش سهام بن سدرين باش تجيب له الكرامة. الشعب التونسي عنده كرامته ملي خلق. خليفة تقعد معايا أنت باش تبقاو معانا بالطبيعة بعد نشرة الأخبار. عندنا الاقتصاد وما أدراك ما الاقتصاد، في عودة يبدو أنها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي باش تكون سخونة برشا مع التقرير اللي أصدره البنك المركزي حول الوضعية اللي تعبة واللي تشكي ربي للاقتصاد التونسي. بشوفوها مع الخبير الاقتصادي سي عز الدين سعيدان، تبقاو معنا بعد الأخبار. مجددا مرحبا بكم في الجزء الثاني من ناس نسمة، اللي يسعدنا فيه استضافة السيد عز الدين السعيدان الخبير الاقتصادي. خليفة أيضا معايا باش نحكيه على هالتقرير متاع البنك المركزي اللي صدر في 26 أوت، وتقرير طبعا جاء في وقت توانسة في البحورات في الشيخات في العروسات في الأجواء، لكن يبدو على فما بضع ناس خبراء اللي يفهموا في الاقتصاد يقولوا أنه التقرير هذا أشعل الضوء الأحمر وصفارات الإنذار عاليا، مش فقط صفارات الإنذار تسيح، يبدو أن صفارات الإنذار تندب على الشيء اللي سمعناه بخصوص مصطلح خرج انكماش الاقتصاد، ولكن يبدو أن المسألة مش مجرد انكماش، المسألة متعلقة بنتائج إن شاء الله ما تكونش كارثية على واقع ووضع الاقتصاد التونسي وبالتالي التونسيين. نشوفوا الفيتير هذا بسرعة ونرجع مع سي عز الدين باش يحكي لنا على التقرير هذا. دخول تونس لمرحلة انكماش اقتصادي غير مسبوق هو أبرز ما تحكي عليه الأسبوع الفارط إثر البيان اللي أعلن عليه البنك المركزي. فخلينا نفهموا ما معنى الانكماش الاقتصادي. الانكماش الاقتصادي الديفلاسيون هو النقص المتداول في النقود الورقية مع ارتفاع قيمة العملة الوطنية وكلفة القروض وحتى الأسعار والأجور، فهي تميل نحو الانخفاض. وحسب مدير البنك المركزي شادلي العياري فإنه هذا يرجع لتراجع الاستثمار والإنتاج في القطاعات الصناعية والسياحية، إضافة إلى تراجع التصدير وتأثير العوامل الأمنية والسياسية والاجتماعية على الوضع الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى الصعوبات اللي يعيشها الاقتصاد العالمي. فالإنتاج الصناعي تراجع نهاية شهر ماي 2015 بنسبة 1.4%، وشهد الناتج الإجمالي المحلي تراجع خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية سلبا ب 0.7% مقارنة بالثلاثي السابق بعد تراجع ب 0.2% في الثلاثي الأول. أما نسبة التضخم فهي تراجعت ل 4.2% في جويليا مقابل 5% في شهر جوان، وكلها أرقام ومصطلحات اقتصادية ممكن تكون صعيبة على فهم المواطن العادي، لكنه أكيد باش يتسائل على مدى تأثيرها على حياته وخاصة مكتوبه وقفته اليومية. سياسيين شنو هي حكايه الانكماش الاقتصادي؟ ولو انه الحكايات اللي طمن قولوا لكم انتم اللي ديما تخوفوا فينا الخبراء، احنا عندنا 4 سنين وانتم تخوفوا وانا مازلنا عايشين، تبارك الله الدولاب يدور والامور بريقله بالطبيعه في حدود معينه. شنو هو سر الخوذه والفزعه هذه نتاع بيان البنك المركزي سياس الدين سيدان؟ هو الوضع الطبيعي والعادي لاي اقتصاد ان يكون هناك نمو ايجابي طبعا، أما نمو سريع أو متوسط أو ربما نمو بطيء، لكن يكون فما نمو لأنه فما استثمارات، هذا الوضع العادي، لأنه فما يد عاملة جديدة تأتي إلى سوق الشغل كل يوم وكل شهر وكل أسبوع، وبالتالي الوضع الطبيعي هو أن ينمو الاقتصاد، والوضع الغير طبيعي أن يكون هذا النمو في حدود صفر، مثل ما أعلنا على أنه هناك إمكانية أن يكون في حدود صفر أو ربما أن يكون سلبي. والأخطر من هذا كله أن يتراجع الاقتصاد ويصبح يسجل نسب نمو سلبية. سلبية شنو معناها؟ معناها قاعد ينكمش حجم الاقتصاد، قاعد ينقص من ثلاثي إلى ثلاثي آخر، وهذا طبعا عنده معنى اقتصادي واضح. إذا كان الاقتصاد يسجل نسب نمو سلبية لثلاثيتين متتالية فهذا يعني أنه في وضع انكماش. هذا ما يتفق عليه يعني رجال الاقتصاد وخبراء الاقتصاد في العالم كله، يعني تعريف الانكماش هو هذا، وبالتالي نقول تقنيا الاقتصاد في وضع انكماش، خلافا لما يقال في وسائل الاعلام الانكماش التقني، هذا لا يقال، ولكن الخطا مش خطا وسائل الاعلام، والخطا خطا البنك المركزي، لانه هو نفسه في بيانه يتكلم على ريسيسيون تكنيك، هذا غير موجود في الاقتصاد، غير موجود، رجال الاقتصاد ما يعرفوش شنو معناها ريسيسيون تكنيك، يقولوا تكنيكمون اون ريسيسيون، التعريف نتاع الانكماش انه يكون فما ثلاثيتين متتاليتين، فخطا مثل هذا من طرف البنك المركزي غير مقبول. هذا بين قوسين، حتى في التوصيف فما خطأ، حتى في التوصيف فما مشكل، هذا بين قوسين. لكن
اقتصاد في وضع انكماش يعني اقتصاد لا يخلق مواطن شغل بل بالعكس يخسر مواطن شغل، احنا شفنا نسبة البطالة ارتفعت. اقتصاد في وضع انكماش لا يخلق ثروة بل بالعكس هو يدمر الثروة ويخسر الثروة. واقتصاد في هذا الوضع لابد من يعني برنامج كبير جدا لإخراجه، لأنه معروف عالميا أنه أي اقتصاد يدخل في وضع متاع انكماش صعب جدا إخراجه من هذا الوضع، يتطلب تضحيات كبيرة ويتطلب إمكانيات كبيرة جدا لإخراجه من هذا الوضع. يعني مثل سيارة تسير وحلة فير مال أو كيفاش تخرجها، يلزمك تخرجها بإمكانيات كبيرة. ولكن الحقيقة فما تساؤلات كبيرة ياسر ومحرجة ومقلقة، لأنه لأول مرة نسمع أنه نسبة النمو للثلاثي الأول كانت سلبية هو يوم 26 أوت. لماذا؟ لأول مرة نسمع أن نسبة النمو للثلاثي الثاني كانت سلبية أيضا هو يوم 26 أوت. لماذا؟ أنا في رأيي تم إخفاء الحقيقة، وبالتالي هناك محاولة للمغالطة وللتضليل، لأنه المفروض كنا نعرف يغلطوا شكون؟ الشعب التونسي، لأن الشعب التونسي من حقه أن يعرف أوضاعه الاقتصادية وأوضاعه المالية. أن نخفي مثل هذه المعلومة فهذا خطير جدا، وما تم تقديمه فيه تضليل واضح، لأن نسبة النمو الكل سمعنا أنها كانت 1.7% في الثلاثي الأول، وسمعنا أيضا أنها 0.7 في الثلاثي الثاني، وهذا خطأ طبعا، لأنه عملوا بما يسمى بالانزلاق السنوي لوغليسمون أنويل، يعني من نهاية الثلاثي الأول للسنة الفارطة إلى نهاية الثلاثي الأول للسنة الحالية نسبة النمو 1.7. طيب ونسبة النمو للثلاثي لماذا أخفيناها؟ لماذا لم نعلن عنها؟ لماذا البنك المركزي نفسه المطالب بالاستقلالية والحياة لم يعلن عنها أبدا إلا يوم 26 أوت؟ وأظن أن ذلك كان تحت ضغوطات لطرف ما تتوقع الأقرب، وأظن أن هذا الطرف هو صندوق النقد الدولي الذي طالب البنك المركزي بالإفصاح وبالإعلان على حقيقة الوضع الاقتصادي، وهذا محرج جدا ومقلق جدا، وفيه جزء من المغالطة وجزء من تضليل الرأي العام في الوضع الاقتصادي الصعب جدا. خليني في الرأي العام سمحني السؤال وبعد نعطيك سي خليفة التساؤل أيضا، ينجم زوج تساؤلات مع بعضهم. الرأي العام اللي نحكيه عليه سي عز الدين، يعني يعلن البنك المركزي أو لا يعلن، يغطي الأرقام أو يقدمها، يضغط عليه البنك الدولي، هذا شغل نخبة، شغل نخبة مهتمة بالأمر سياسيا واقتصاديا. الناس توا اللي تحضر رايحة الرونتري، التونسي العادي اللي عنده أولاده داخلين القراية، اللي عنده عيد في آخر سبتمبر، الانكماش الاقتصادي والمصطلحات الاقتصادية والأرقام هذه والبيانات هذه، أش مش تعنينه جديد في واقع حياته حسب رأيك؟ سي عز الدين سيدان الخبير الاقتصادي وقت اللي يتوجه للتوانسه اش يستناه؟ قولوا له مش يستنى فيهم بالضبط، اش يستنى نورمالمون؟ هذه شنو هي الترجمه نتاع هذه قضيه الانكماش الاقتصادي في واقع حياته؟ السؤال نتاعك في محله، وانا نقول كم من تونسي يقرا بيانات البنك المركزي؟ عدد قليل جدا، وخاصه لما يكون ذلك في نهايه شهر اوت. بالضبط، قليل جدا، وربما كان هذا ربما مقصود، كان مقصودا. لكن من حق المواطن التونسي أن يعلم مثل ما قلت أن اقتصاد في وضع انكماش ما يخلقش مواطن شغل، بل بالعكس يدمر الشغل ويخسر يعني مواطن شغل. يعني فما مشاكل في ناحية التشغيل وناس مقبلة على سوق الشغل ما ينتظروش راهو باش يلقاو السوق طبعا، وسيكون مع الأسف هناك تفاقم في وضع البطالة. جديد يا سي عز الدين؟ لا تفاقم، هي تكامل قضية الشغل في تونس، لكن هناك صعوبة. الآن تفاقم في وضع البطالة. لو كنا نخلق طبعا كنا نخلق عدد قليل من مواطن الشغل، الآن نخسر عدد من مواطن الشغل كل ثلاثي. ايش معناها؟ فما معامل باش تتسكر، فما شوية من المؤسسات. وهذا لو هذا اللي صار فعلا، هذا اللي صار فعلا، وعلى شيء نسبة البطالة ارتفعت لأنه فما ناس تم تسريحهم، فما ناس كانت تشتغل وخسرت مواطن الشغل بتاعها بوضع بسبب وضع الانكماش الاقتصادي اللي موجودين فيه الآن. الشيء الثاني أنه هذا الاقتصاد ما يخلقش ثروة، وبالتالي كلنا بدون استثناء مستوى عيش المواطن التونسي سينخفض وسيتدهور، هذا ما فيش حتى أدنى شك، وهذا طبعا خطير جدا بالنسبة للفرد التونسي، ولكن بالنسبة للبلاد التونسية، لأنه اقتصاد ما يخلقش الثروة كيف سيتمكن من تسديد مستحقات الدين الأجنبي؟ هي ديون عندنا توا، وهذا هو الإشكال. الآن نحن في مستوى 54% دين أجنبي من حجم الاقتصاد، ولكن من حجم اقتصاد لا يشتغل كما ينبغي ولا يخلق ثروة ولا يخلق ما يمكنه من تسديد الدين
بصفة طبيعية. ونتفكر قلنا في الحصة الفارطة أنه سيكون هناك تراكم لمستحقات الدين الأجنبي على سنوات 2016 و17 و18 من جراء التداين الكبير اللي خذيته تونس. كيف باش نخلصوا كما يقولوا هيك؟ هذا هو السؤال. فما الآن مع الوضع هذا قادرين نخلصوا؟ الآن هناك تساؤل كبير على قدرة، لابد من 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 درس هذا الوضع الآن ونشوف أمورنا قادرين ولا غير قادرين. ولكن الحقيقة المحرج أكثر من هذا كله بصراحة أنه يخرج مثل هذا البلاغ من البنك المركزي وما تسمع حتى تعليق من طرف الحكومة، وما تسمع بحتى إجراء من طرف الحكومة، وما تسمع بحتى برنامج لإخراج هذا الاقتصاد من هذا الوضع الصعب المتردي جدا. كيفاش؟ هل أن يعني هناك تصرف حقيقي في الشأن العام في تونس وخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي أم ليس هناك تصرف؟ هذا التساؤل. الحكومة اش كان من المفترض أنها كان المفترض أنها توضح الموقف، أنها تأخذ إجراءات، أنها تعلن على برنامج على خطتها للمواجهة. طبعاً برنامج هذا يجب أن يكون من أولويات الأولويات القصوى. وإحنا مثلنا نتجادلوا حول يعني قانون المصالحة والعدالة الانتقالية والأحزاب تسب في بعضها والقوانين الأخرى اللي ما زلت معطلة في مستوى يعني كأنه يعني ما فيش مشكل، ما فيش يعني وضع خطير اقتصاديا. حياة في بلد سكندينافي يعني شيخين وكوم وعبقالنا كان شوية كونفور هكا نتناقشوا في شوية وياد وحزاب تتعارك في خليفة. هو التشخيص متاع الوضع ما يطلبش، وكنا حكينا فيه مع سي عز الدين حتى قبل العطلة الصيفية، أنه النمو ما ثماش والتنمية في حالة عطالة، وهذا منعكس على حياة المواطن العادي. ما تطلبش أرقام، لكن وقت تقول لي صندوق النقد يضغط باش يخرج تقرير الآن، قد يوضع، وانت خبير تو احنا نسألوا فيك، قد يوضع موضع سؤال المشروع اللي مش يأتي بعد هذا، مسألة رسملة البنوك، مسألة القطاع السياحي، مسألة خصخصة بعض المؤسسات. يعني هناك تمهيد يبدو انطلاقا من التقرير هذا اللي جاء توا بعد إخفاء متعمد لنسب النمو لتمرير المشاريع المستقبلية انطلاقا من الميزانية المزمع إنجاز. وهو سؤال يطرح سي عز الدين ذي قوة. نعم، ولكن لابد من توضيح ثاني في غاية الأهمية، هو أنه بالنسبة للثلاثي الأول والثاني مردود القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية كان قياسي، كان ممتاز إلى حد بعيد، لم نره منذ 10 سنوات على الأقل. نعطيك بعض الأرقام. تصدير زيت الزيتون الآن وصل إلى 1400 مليار ما عرفناهاش تاريخيا، غير مسبوق. أيضا تصدير التمور فاق 400 مليار ما عرفناهاش في السابق. القطاع ككل مر من وضع متاع عجز 800 مليار في السداسي الأول سنة 2014 إلى فائض تقريبا 400 مليار هذه السنة، ورغم ذلك سجلنا نسب نمو سلبية. فهذا الخطير. في السداسي الثاني نعرف أوضاعنا شنية، أوضاع القطاع السياحي معروفة، أوضاع قطاع الفوسفات معروفة. التو واقف الفوسفات، نذكر رقم واحد، إلى نهاية شهر 8 إنتاج الفوسفات وصل إلى 1.5 مليون طن، علما وأن إنتاجنا في سنة 2010 كان 7.2 مليون طن. يعطيك فكرة على وضع هذا الاقتصاد اللي رجع يشتغل تدريجيا ولكن بعيد جدا عن النسب العادية. اثنين، الوضع في القطاع السياحي الكل يعرفه وضع خطير جدا. والثالث هو قطاع الفلاحة نفسه في الزراعات الكبرى، مع الأسف النتائج سيئة جدا والإنتاج سينخفض بنسبة تقريبا 50 إلى 60% في الزراعات الكبرى. وبالتالي ننتظر نسبة نمو سلبية أيضا في الثلاثي الثالث، وستكون أخطر بكثير من الثلاثي الثاني. وبالتالي هذا كله يتطلب إجراءات عاجلة من نوع سيازدي. كيف سننقذ هذا الاقتصاد؟ مسؤولية الحكومة. ربي نربط بسؤال سي خليفة، يقول لك سي خليفة هذا الكل مربوط لفتح مجال متاع تطبيق الإصلاحات اللي طالبها صندوق النقد، حكاية رسملة البنوك العمومية، حكاية التفويت يعني في البنية التحتية السياحية من فنادق وغيرها في الأجانب. يعني خلينا من نظرية مؤامرة ولا مش مؤامرة، الطرح هذا ينجم يكون حل؟ أنا من أمنش بنظرية مؤامرة بالمرة.
ومن امنش بكل باللي انت تحكي معاه تحاول باش تناقشه او تحاول معاه يقول لك ضغوطات اجنبيه. ضغوطات اجنبيه انا ما نجمش ناكدها وما نجمش ننفيها، وانت ما تنجمش تاكدها وما تنجمش تنفيها، وبالتالي ما نجمش نحلوا اوضاعنا. فعلينا ان نتصرف في امورنا ونحلل اوضاعنا ونتحمل مسؤوليتنا كامله، وما نرميوش الكره على الطرف الخارجي. قال شنو؟ قال ضغوطات. تقترح كاجراءات مثلا نجي انا لصندوق النقد الدولي، خاطر هذا هو التلميح. صندوق النقد الدولي للتذكير راهو احنا اللي مشينا له مش هو اللي جانا. طبعا واضح. صندوق النقد الدولي راهو مش مؤسسه ماليه عاديه، مؤسسه ماليه خاصه تنتمي للامم المتحده، تلتجي لها الدول التي تمر بصعوبات اقتصاديه وماليه حاده والتي تغلق امامها الاسواق الماليه العاديه، فهي تلتجي الى صندوق النقد الدولي. وبالتالي صندوق النقد الدولي لا يقرض فقط، هو يعطيك تسهيلات ماليه لمساعده الاقتصاد للخروج من الوضع الصعب، والخروج من الوضع الصعب يتطلب تحويرات واصلاحات معينه يلزم الدوله هي تتقدم بها وهي اللي تنفذها. واذا كان طبعا ما تنفذهاش، يعني في المقابل صندوق النقد الدولي يعني يمتنع عن تقديم هذه التسهيلات. هذا هو الواقع بالضبط. والخطر هو ان نرمي هذه المسؤوليه على صندوق النقد الدولي ونغطي مسؤوليتنا احنا كدوله وكحكومه وكبلد، مسؤوليه. علاش وصلنا قبل الحلول؟ سامح لي خليفة، علاش وصلنا للوضع هذا؟ وصلنا للوضع هذا الامور خارجه عن نطاقنا، اكراهات من نوع ما عرفش اليوم السياحه، حد لحسب انه فما ولايه باش يدخل في سوسه ويعمل اللي عمل له ينهار القطاع السياحي، يعني هل هي اكراهات خارجيه؟ علاش وصلنا حسب رايك؟ من يتحمل المسؤوليه في الوصول لهذا الوضع؟ خلي العباد تعرف شنو، شكون الناس كل طايش على بعضها في المسؤوليه. وصلنا في رايي اللي وصلنا لهذا الوضع هو سوء تصرفنا في الشأن العام لا أكثر ولا أقل. يعني وبالتالي وضح للعباد راهو معنى سوء التصرف في الشأن العام، يعني أداء الحكومات المتعاقبة كان سيء. طبعا ما فيش حتى شك، ما فيش حتى شك، وكلهم متساويين. ما نقولش كلهم متساويين، لأن ما نجمش نقارن ما بيناتهم، لأن حتى الحظوظ نتاع كل حكومة ما كانتش مثل الحكومة اللي قبلها والحكومة اللي بعدها. لكن كل حكومة جات وضع معين. لو كان أطلب من الخبير الاقتصادي الدقة أكثر كخبير. أنا كنت دقيق جدا، كنت دقيق جدا في حصة الفارطة، وقلت أنه بالنسبة للثلاثي الأول كانت هناك ظروف ممتازة جدا لإنقاذ الاقتصاد التونسي، وعددت الظرف هذا في أربع عوامل كانت ممتازة. العام الأول هو نجاح الانتخابات وتركيز حكومة عندها كل الشرعية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوضع الاقتصادي المغربي. الشيء الثاني هو أنه هناك انتعاشة كبيرة جدا في أوروبا. الشيء الثالث انخفاض كبير وغير منتظر في سعر النفط، سعر النفطي مع تأثيره الكبير جدا على الميزان التجاري، ومع تأثيره الكبير جدا على ميزانية الدولة وعلى صندوق التعويض، تأثير إيجابي وممتاز جدا. والرابع هو مردود القطاع الفلاحي وقطاع صناعه التغذيه الغذائيه، كان ممتاز، اربع عوامل كانت ممتازه جدا، كان المفروض ما استغليناهاش لانه من يتحمل المسؤوليه، لان كانت هناك اختيارات سياسيه خلات الحكومه الجديده تجي تبحث عن البرنامج. أيوة. في الثلاث اشهر هذيك عوض ان تطبق البرامج الموجوده جاهزة. والتي تم دراستها على مدى طويل من طرف على الاقل حزب من الاحزاب المشاركه في الحكومه. خلينا هذا كل جانبا، وكوننا الحكومه بهذا الشكل، وخليناها تبحث على اولويات لمده ثلاثة اشهر، والان مثل ما قلنا معناها ضاعت الاولويات في زحمه الطريق وزحمه المصاعب المستجدة. وضاع الثلاثي الاول، ضاعت فرصه الثلاثي الاول، والان مثل ما نراه، يعني حتى الوضع هذا ما تطلبش انه يعني نعلن على شيء، وحتى على نيه لانقاذ الاقتصاد او على برنامج او على اجراء وحتى تعليق او تفصيل. البعض اللي تبع يقول لك ولو هي رؤيه سطحيه، البعض يعتبرها الاضرابات لعبت دور في تبريك الوضع هذا، ولا فيش حتى شك الاضرابات لعب الدور والوضع الامني لعب الدور، ولكن هذا كله انا راهو نتيجه تصرفاتنا. هذا تسييرنا للشان العام. سواء كان الشان العام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الامني، كله تصرفات واضحه السلطة اللي موجوده هي اللي كانت عندها الضمان في يدها، وهي اللي كان عندها امكانيه التصرف. اليوم شنو حظوظنا في اليوم؟ حظوظنا صعبه جدا، نقولها بكل صراحه، صعبه جدا. الثلاثي الثالث سيكون سلبي بدون كيف تتوقع بدون أي شك. انت خاطر توقعت في الصيف بالثلاثي الثاني قلت باش نمشيو للصفر، وبالفعل هنا في الصفر. نعم. الثالث باش تتوقع تحت الصفر، الثالث باش يكون سلبي اكثر من الثلاثي الثاني هكا، وربما يكون اكثر من اقل من الا 1%، خاطر عملنا الا 0.2. هذه ظهر غير مسبوقه الا في 2011، غير مسبوقه بالمره حتى 2011. في 2011
السبب أن الاقتصاد كان متوقف تماما مباشرة بعد 14 الثورة اللي عدت أسابيع كان متوقف، فكان هذا منتظر. ونسبة النمو كانت تعتبر جيدة يعني مقارنة بالنسبة للسنة هذيك 2011 للسنة الأولى بعد الثورة كانت تعتبر جيدة، لأن هناك بلدان أخرى مرت بظروف مماثلة وسجلت يعني نسب يعني 10% سلبي و 5% سلبي، احنا عملنا إلا 1.8 يعتبر جيد. أما الآن في ظروف عادية السنة الخامسة بعد الثورة وانتخابات تعتبر ناجحة ومع ذلك نوصل إلى هذا الوضع، فهذا سيء جدا. الآن لابد من عزيمة، لابد من عزيمة سياسية، إرادة سياسية واضحة، وأولوية مطلقة للوضع الاقتصادي والمالي في البلاد التونسية لإنقاذ الاقتصاد قبل كل شيء، وأن نترك كل هذه المشاكل جانبا لمدة معينة على الأقل، نخرج اقتصادنا من هذا الوضع، ننقذ البلاد. أولويات الخطة حسب رأيك كيفاش؟ لأنه خلينا نقولها بصراحة، أولويات الخطة لو لا قدر الله وصلنا إلى وضع نتاع انهيار اقتصادي، كل عملية الانتقال الديمقراطي ستصبح في خطر طبعًا. وستنهار طبعًا. ولذا يعني أن نواصل في الجدال السياسي العقيم على حساب الاقتصاد فهذا خطير جدا. كيفاش نخرج منه؟ طبعا فمش حل واحد، فما حلول، فما حزمة من الحلول، والمسؤول على الاختيارات هو الحكومة. أولويتها لو كان أنت صاحب القرار سي عز الدين سيد، أعطينا كاين نقاط. أنا جاوبتك أيضا على السؤال هذا المرة اللي فاتت وقلت لك أنه كل الدراسات الآن وكل التحليل الجيدة والموضوعية تبين أن الحل الوحيد والطريقة الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد التونسي الآن هو عبر الاستثمار. لابد من إرجاع ماكينة الاستثمار تشتغل، الاستثمار الداخلي يعني الحكومي والخاص والاستثمار الخارجي. الآن مع الأسف نرى أن ثلاثة ماكينات معطلة، الاستثمار الحكومي معطل باستثناء بعض المشاريع اللي رجعت معناها تشتغل نوعا ما، لكن عشرات المشاريع الحكومية معطلة تماما، الاستثمار الخاص معطل تماما، الاستثمار الأجنبي أصبح سلبي لأنه عوض أن يأتي استثمار لتونس الآن هناك استثمار يغادر. الحل هنا، الحل أن نقف هذا الموقف ونوضح لكل الأطراف في الداخل وفي الخارج. مثلا والله قدمتها ما تشجعش على الاستثمار الاجنبي، لا الاستثمار معلش نقول لك الاستثمار الداخلي اولا ولو تنجح في الاستثمار الداخلي الحكومي والخاص وقتها الاستثمار الاجنبي ربما يلتفت. حتى في قضيه الاستثمار الاجنبي سؤال معناها نطرحه كمتابعه عادي للمساله هذه، تو الاحزاب الكل وقت تقدم الانتخابات كلها تحكي على تطوير واحداث مجله استثمار جديده. نعم فاش يستناو يا اخي؟ اش فما؟ مش من اولويات الاولويات هذه؟ نعم. انت تعرف البيروقراطيه لهنا وبيناتنا يعني هذا المستثمر الاجنبي مجنون اللي باش يجي لهنا في المنظومه القانونيه هذه، لا عنده الحق لا في كذا، لا عنده الحق لا في يعني مجله وممارسه اداريه تفعل فعل نتاع ابعدوا بركه ابعدوا عليها في الوقت اللي دول اخرى كيما المغرب كيما ها المستثمر الاجنبي من المطار ياخذوا له حقيبته ويتفضل يمشي يرتاح، اجراءاته الاداريه الكل تجيه للوتيل جاهزه. وقتاش يعني وقتاش باش يجي القرار نتاع التثوير؟ هذه الثورات الحقيقيه، هذه هي مجله الاستثمار تشنيع. يا اخي الامارات الشيخ زايد يعني فكر الشيخ زايد في الامارات متطور على فكرنا نحن اليوم في تونس بتاع التعليم والعصرنا والحداثه في 2015 يا رسول الله. هذه التساؤلات الحقيقيه تلاتي هذا هو ما تحتاج العلم اليدني، لا تحتاج العلم اليدني وتحتاج الى حنكه سياسيه وتحتاج الى اخلاص سياسي، ونعاود الكلمه اخلاص سياسي نحو مصالح هذا البلد، ونبتعد عن المصالح الشخصيه وعن المصالح الضيقه، ونعترف ان وضعنا صعب وخطير ونبدا في معالجه هذا الوضع بكل جديه وبكل ما يتطلب هذا الوضع. والان ايضا ما ننساوش لصعوبه العمليه حتى لان امكانيات غير موجوده، لابد من ايجاد هذه الامكانيات. الامكانيات الداخليه تكاد تكون مفقوده، تكلمنا ايضا المره اللي فاتت على نسبه الادخار لو تتذكر، نسبه الادخار اللي هي ضروريه لتمويل الاستثمار وخلق مواطن شغل انهارت من 22% سنه 2010 الى 12% فقط الان، و12% حتى ولو تم استعمالها بطريقه مجديه جدا لن تحقق نمو باكثر من 2% سنويا، والان نحن نحتاج الى 7 و8 و9% سنويا، لان مشكله البطاله اللي هي التحدي الحقيقي بالنسبه للبلاد التونسيه مع الاسف. خلينا نسالك سؤال السياسه يعني والاقتصادي ديما يلامس السياسي في نهايه الامر، قانون المصالحه حسب رايك وانت اكيد تتابع في النقاش اللي مثير حوله، يمكن يعاون شويه ولا تقليل؟ والله كل الجدال اللي صاير مزعج الى حد بعيد. كيف مزعج الى حد بعيد؟ لانه عقيم
ولأنه لن يأتي بنتيجة، وعوض أن نهتم بالعدالة الانتقالية سوى بالقانون المصالحة أو بغير قانون المصالحة، الآن نحن نهتم بالجدال بين العدالة الانتقالية مثل ما ينص عليه القانون لتمت والمشروع هذا والعدالة الانتقالية تستنى ومصالح الناس تستنى وحل المشاكل يستنى، وما نش قاعدين نقدمه مع الأسف قاعدين نوخره. ولذا اللي يزعجني هو هذا النوع من التعاطي مع الموضوع. احنا وصلنا ربما لهذا الوضع لأنه ما تقدمناش في العدالة، لأنه ضيعنا وقت ثمين جدا ضاع منا. لو تقدمنا حسب رأيي كل الناس على الأقل نجيب معناها نقدم إجابة على تحديات اقتصادية اليوم موجودة في البلاد. طبعا ما في شك من العوائق الآن هو هذا، من العوائق الآن هو تصرفنا مع المؤسسة الاقتصادية. الآن أصبحنا نحارب المؤسسة الاقتصادية، الآن أصبحنا نحارب رجل الأعمال اللي هو يسير في المؤسسة الاقتصادية. نعم. علما أن المؤسسة الاقتصادية هي المكان الوحيد الذي يخلق فيه الثروة وتخلق فيه مواطن الشغل. تصرفنا مع المؤسسة الاقتصادية سواء من طرف الأحزاب وكذا تصرف سلبي لحد بعيد. من سيستثمر في هذا المناخ؟ بالضبط بالضبط. إيجاز هو المثير للدهشة خاصة خليفة بربي تبالي أشقال سي عزدي قال لك عنده إحساس وكأن إدارة الشأن العام غائبة. وهذا علاش قلت له يعني تحكي عن سوء تصرف كأنه تحول إلى سوء تصرف قصدي لتدمير الاقتصاد. يعني اللي قاعد يتم من 14 أو ربما سلبي هو هذا أو ربما عجز. أنا نتخيله سير نحو جهنم بنوايا طيبة. أنا نتخيله ربما غياب رؤية وغياب برنامج وغياب قدرة وغياب جرأة على اتخاذ. هو ما ثماش برنامج من أصله حتى الأحزاب السياسية. بدائل اقتصادية كلها ضبابية، ما ثم حتى برنامج. برنامج هو الوصول للسلطة، ما ثماش بدائل اقتصادية كبرى على مستوى المشاريع. تشوف قاعدين نتخبطوا في مشاريع خلتها الدولة ما قبل 14 جانفي على مستوى النمو والتنمية، ولينا نتمنى ونرجعوا لما قبل 14 جانفي. المشكلة أنه ما قبل 14 جانفي معدلات النمو أكثر من هذا بكثير مع توسع دائرة العائلة. بعد 14 جانفي طاح النمو وكبرت العائلة، يعني عائلة الفساد كبرت ما عادش واقفة في حدود العائلة الحاكمة تقريبا، والفساد ولا ظاهرة تحكم اقتصادنا اليوم. واضح. سي عز الدين كلمة أخيرة. كلمة أخيرة نحب نوجه اعتذار السيدات والسادة المشاهدين إذا كان حسوا أن هناك نبرة تشاؤم فيما قلته وما قدمته، واللي نحب نأكده أن ليس هناك أي تشاؤم، راهو هذا تحليل موضوعي لأوضاعنا الاقتصادية والمالية. التوانسة هم أصحاب الشأن، هم أصحاب الشأن، هم يقررون ماذا يفعلون، ولكن وضعنا صعب وسيء جدا ويتطلب تدخل عاجل وسريع، وعلينا أن ننتظر جميعا أن الثمن سيكون باهظ لإنقاذ الاقتصاد من الوضع الذي تردى فيه الآن. تعرف الدراما وين سي عز الدين وسي خليفة؟ أنه طيلة الصيف والقضايا الحارقة هذه المفترض تكون أولوياتنا، القضية الكبيرة اللي شغلت قائمة الولايات وقتها باش تطلع، وقائمة فلان طلعت وقائمة علان خبطت وقائمة فلان طلع وفلان هبط. وكان تسمح لي نحب أيضا نوجه لوم إلى وسائل الإعلام وخاصة القنوات التلفزية، لماذا كانت في سبات عميق لمدة شهرين كاملين والمواطن التونسي يجتر برامج قديمة وأفلام بالأسود والأبيض عالمي هذا ولو كان عالمي ولو كان عالمي كل ترتيح نعم ولو كان عالمي أوضاع تونس نعم في رأيي نعم تتطلب نعم تصرف غير نعم هذا نعم وأن تكون القنوات التلفزية غائبة في ما في خضم احداث. حتى المواطن بالاحصائيات وانت معناها اختصاصي في الاحصائيات، حتى المواطن راهو يهجر التلفزه في الصيف. نعرف امانه نخاف حتى من احساس المواطن يقول ما دام التلفزه قامت شيء ربما يعني لا ان شاء الله رجعنا ونواصل. يعيشك سي عز الدين. شكرا. سعيد جدا باستضافتك خليفه. ملتقانا غدوه نحن كالعاده. اعزائي المشاهدين ان نلقاكم في الرجوع نتاعنا هذايا ان شاء الله غدوه. هذا برهان بسايس يحييكم والى اللقاء.